خبر نروح للاستاذ هاني العتال. استاذ هاني عرفنا دلوقتي ان تم قبول الطعن وهاني العتال موجود في انتخابات نادي الزمالك. مساء الخير يا فندم. مساء الفل عليك. ربنا يخليك. الحمد لله رب العالمين. الطعن اتقبل النهارده وان شاء الله اكون موجود بكره في الانتخابات دي. هل في اي يعني حيثيات الحكم تحب تقولها لنا او لسه في خطوات اخرى هتتاخد في الحكم ده؟ والله لسه ما لحقتش اقرا اي حاجه ولا شفت اي حاجه غير الناس كلمتني من هناك وباركت لي والحمد لله رب العالمين ان في الاخر الواحد رجع له حقه. وانا كنت براهن في الموضوع من الاول في بلد قانون وبلد مؤسسات فاحنا الحمد لله رب العالمين. هو ده اللي انا يعني اقدر اقوله دلوقتي. طيب فكرة الاستبعاد وبعد كده الرجوع، شايف ان البلبلة دي ممكن تأثر عليك في الانتخابات او في العملية الانتخابية والمنافسة الانتخابية؟ ده انتصار لتاني مرة. ده انتصار لتاني مرة يا فندم. استاذ هاني العتال كل الشكر ليك على المداخلة التليفونية دي وكل التوفيق لكل اندية مصر زمالك اهلي ان العملية الانتخابية والمنافسة الانتخابية تتم بشكل ديمقراطي جميل وتبقى الكلمة العليا لأعضاء الجمعيات العمومية في كل أندية مصر وهيئاتها الرياضية. أخيرا